الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، يقول الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول رب العالمين في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. وبإذن الله سبحانه وتعالى دقائق ذا إنه سوفود له وحانو كهل الدونا إن شاء الله قضب الحريرة ظلمك يقيمه سكل الدون وأهجر درضة إيو قرصر لأنت دكانها يا أبي قال لحمر يا آذانها لحديسة إيو حيابها اللي يسكو قيسان إيو إيسي دين تو قد ديكتي خطر تايلا ذا أمام علينا إن أجر الشيء سئاد يدفع فحسن أي دين تأقاضى لكتي سلمي ذا سيد الله قاها للظلمي إسكد دي دين تأينا الإسلام كأه حتى لقمنا دي هرأي أجري هل نقضان كوا إيوه ديما كو سليسن كوا كو سليسن مباد دي أيدولوجيات أي أذنه إيوه دكسدين هل نقضان intu waxay aad iyo aad uga dhiibiyeen ay aad iyo aad uga digeen dulmiga iyo dulanka qofka binaadamka ahna noloshiisa waxaa cakira oo aad iyo aad uga qaadaa nuxurka qiimo la'aan runtii ku keena waa dulmiga waxaa cajaabtiisa leh in maanta aanu ka hadlayno waqti ظلمك ومرايو حد رنتي أن لقاري كري ظلمي آدي أدو بالعرم عريضة وأرضادا نقود كذا إيداتك إيكو سمينيان يعني. ظلمي إلهي لدلمي ميد يوغ الضوامة إيس دلميان إيميد قفك النفسي ديس أو ظلمينا يوغ هذا ماركا نظلمي أنو كهل لنا سدح قايبات بانو لنا قيبنا وظلمك إلهي سبحانه وتعالى لظلمنا يوم قيبنا ووحو آذانه هي قد نحذو ذا يسوء جيسانا يا قيبنا وقفك وحو النفس دي سوء جيسانا سد حلال الله قيبيا قفك مركة أكور قلة نصوص تكالا دون إذا كتاب القرآن كوحن بارسين يسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسو واردين sida faahfaahsan uga hadasho dulmiga saddexda qaybood iyadu saa u dhardhaarsan kama bixi karo dulmiga oo aayad walba la keeno saddexda kategori aanu tilmaannay midun bay soo hoos galaysaa walyaalika dulmiga ugu weyn ee qofka bini'aadamka uu galo waa kan ilaahay subxaana wa tacaala laga galay jalla wacala oo ah إلهي سبحانه وتعالى وخالقي نأكمون أهيسيي نأمامضو نأبوري المتسيني سيئ كلي عبادي للا أبارو قفك إنو إلهي سبحانه وتعالى شرك أصم بيو أما بأن يوجد له ندا وهو خلقه يدو إلهي سبحانه وتعالى خالقي أهيهي عد خلقي أمستكوهي ستانا آلي جرين إنو قفك شرك أولي ماذا ظلمك وين مركم الله إلهي سبحانه وتعالى مركة أويري في سورة الأنعام إن الذين آمنوا أما بقول لهم مؤمنين تمركة لقاها اللي آيات وقرآن قوت الماضي إلهي سبحانه وتعالى أويري ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قل لها إيمان كودة أنا كديهم ظلم كوابا آمن كهلي دون يوم القيامة يقول رب العالمين هجي دونا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
أيننا لا يظلم نفسه وإنك ضمب قردرا سؤال كود جرائي ما وحاج رقف بن آدم نفسدي سأنا ظلمني إلا أن آيات وحي لذا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يا رسول الله قف كسو إنك من ظلم بقليا مركز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم كاد إنك فهمتين ما أهانه أقرئ قوله جل وعلا في سورة اللقمان على في سورة اللقمان على لسان لقمان الحكيم عليه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ويلكس لدر دارمي وعير ورسك إلالي إله سبحانه وتعالى بحول وذا جل محايل إله سبحانه وتعالى وحل لو ذا جي والظلم آدوي هذا لأن الله سبحانه وتعالى توحيد كيسة أو كقابا مكسق ربوبية وآه إن إله الله قره إنه يا ربك كونك وعدك هزت أيان جرين في التاريخ لما هي أنتو آذانها وسجر عد يوم مران كعيسي أم كليسي لما هي فيما يخص بتوحيد الربوبية إلا اللهم الأول الأخيرة مركا يصبح إنمانك يوغي أي ثيسي أها أيري إله مجرو فكر هرى الله يقين ما هي لكن إنك السؤال الدنيا إله سبحانه وتعالى أكان وحكذا دع سنايد أما كذا دع سنا مبدأ إنه إله جرو مدبا إله وهي سجدار كائن عبادة لقابله مدبا إسعي عبده مدبا آذان إصغى كلا عبده مدبا عيدة يترابتا ساء سجر رغي عبادة كده قاني نوال بابا إله هو إنسانا لكن فكر روحها سي وهي هابسا مالبو قفض بمركة مدعا عين تا مركة ضوات كما تاقنين لكن مركي فكر كي إلحاد دي قويمد أي ثيسم قويمد أمبا الله يا إلهي سبحانه وتعالى حواما أبورينا مادانا أبورتي بن آدم كان باي تشانس بكويم توحيد كاللبات توحيد الألوهية ربي كان أم إسلام يلبقني إناني الضوضو أني كتاقني إنو ربي نماذا كاليقي كويها عدنا أني كوهيسا مامنكا كان إكونكا كان ور إساقا كاليا أيام متيستي عبادة إساقا الله قون دايو سيدا صادة أن مالكا للولاقا بلي كرين إساقا إسكالي وحالامي ذا بريدي قورعي استغاثتي نذركي بقيتانكي انت وإلهي سبحانه وتعالى اسكال مركا محب قورعي إله بان قورعي مركا مبريه إله بان بريه لغو ما هيستو سيدا صوكال التوحيد كسد حاضاء مقعيو اسكو الشيقة اتلما موين يوضو أن لليحين لقابين مالكا للاقالا دعين وأن لديهن معنيه للما فهمي كرانا إلا فرق الياي ماهان ومعنيه دعون نقضى سيدا إلهي سبحانه وتعالى اسكو الشيقة نبينا وكنت المام اللو دايو تا الله فرفرايا يقفك ومرك عقلي يسا إيمان كيسا قابا ولقى لا يوحي كين يسا إن ما الله قرر إن الذين يلحدون في ماذا ويسوق لي يقول ليها مرك إلحاد كفرين نوع اللبات مرك أن أبحينا ودرسي وكسر إسنان دون بإذن الله سبحانه وتعالى والنوع اللحريرة ظلمك إله سبحانه وتعالى مادة ظلم الضاء واللام والميم انت القرآن كسر أرى تعيدا بكبضانت بتصاريفها العدة قف كي ديب أقول الله تيراد عيا يحولي كرا كلمات ما داد يا ديد ريد أدا دوب اللارين صدرت القرآن كوحنوات المامي إنه إله يري إن الله لا يحب الظالمين هدي درسي كما أنت ماشا نكشيقين إيا وح الله وحي القرآن كإلهي وكحسي أين وح كلابا أين أبحن كلية كلمة إن أي كقاب صناتا كلية آياتنا إن الله لا يحب الظالمين إلهي قف ضدك إيقو ظلمات أه قردرد وضع ذاتك قردر سنة إلهي مجعل كلمة هدانا ما أنت كسو قوين محاضرة إيضا نقفلان إلا نقفك هديل إلهي مجعل ليس باجراء قرن إلهي حقي سكا قرن في كتاب ربي لا يضل ولا ينسى ليس كمحاكو قرن يا عادل ليس كمحاكو قرن يا ظالم هدي إلهي ويري لا يحب الظالمين إلهي قال لها أمتر سنة إلهي هدوك الدائريو وقربك وكبحو انت ساقفك وقفلا مركة نبات آيات كلية كفلا بل رب العالمين جل وعلا وحوت المامي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال يها يو قردر هذا الليمي ظلمك ظلمك الليمي ما شيء الله بان دونان يمرن كوذا الدنب يول كوذا الدنب ويؤغان دونان وآيات يدن ما شيء له إنه إله سبحانه وتعالى هدنه وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين بضنا انت انو اسكو جبيني او انو بربوريني او انو باراكيعيني مغالوين ميل دغن لكن ددك اهلدا او اها ميشه دغن با ظالمين اها كدبنا وحي متسنين و انتو باراكيعيو وحما انو ماركا كسو ريبن
إنه إله يرى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أمده إذيك إذي كهري إيوه الظلمي قلي مد وحي سجود جيران دولال إيوه كالدوان ومر كانوا هلاقيني قال يانا لكحان بانو صمدك قسو الديني كوانا قيلا قبطو واللواي كوانا رول كانوا لقويني وليها كوانا رب العالمين وحي ربطانو ما شوذني إيوه بيهانو راعيني هذا آيات جنانت كوحي لذا وما كان الله ليظلمهم هذا إلهي قال يها ظلمي أغموسا تلقلي إنو الظلمي ما هين من آنو الظلمين ربكين إسايا كنزها وما ربك بظلام العبيد إلهي الظلمي سما الظلمي لكن إيجا إس ظلمين برب العالمين جل لي إذن ما شرحان الله صبحي إنت إلهي أمد أهلاقي إنت إلهي أمد أبركعيني إنت إلهي جل وعلا أمد أطمسي أكسمي تاريخ ذو كترتري إخلاقاً لو جيوغرافيكالي يوضو تكتي إنتو بوحكا لإلهي سبحانه وتعالى كما فقيني وظلمي أي بن آدم كي يوغو إسكاق لان سيد آيات القرآن كماركا كموقتا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحوين نوشيك حديث عجائب تسالة حديث كان وحديث القدسي أبو أدريس الخولاني ماركو حديث كان أورينيو هدو تاقيه انتو فريسو بو جلبيه سكو إستاقي جرى بقذين تاقباني سدرتيد حديث كان مركو أقرنه سابو مركا سابو مركا جبريه جلبيه سجوي استاجر وقول رمي جري انتو صاو فارس بيروح أقرن جري حديث ياها وإلهي وإله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا ورأى دوما ذي ذاي إلهي سبحانه وتعالى الله الله أنا جا أو ربي أه أو سيدان دون إذا كي يلي كرا أي نفس ذي ذا أدي ذي كان عاجين ظلمي أي قشة إذا ناس ظلمينا إذا الحديث كان وحديث ماشي سله وأن حديث موجنا وريان ليس ظلمين وحديث سيقيحان عرباغي مضحان أغادو الإستاغ النقطة مهمة دي ذلك قيبتي اللواد هدى أن تلمانين درباتي سدح هذا هيد القوس كارساني قيبتي اللواد محايا هيد ظلم العباد بعضهم لبعض إن الضوامض ويس ظلميان حديث كسب مركب موجين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي إنه يري صلاة ربي وسلم حديث أبو هريرة ورمان تهدي وجرقف مسلم قف كلا مسلم ولالكي يعني مظلم لأحد من عرضه قف بعض مالك قد عدي دم قد كيس عرض كيس مالك قد عدي دم قد كيس مالك قد عدي مالو سن أقلين بعد كأبارتي رير كيسات فرقشتي ماشو كي يمد وحكشيكتي ها ماشو كسو جيدة وحكشيكتي مال إينو أهبات فرتكوتاكتي قف كي ما أنت أباريو أما بقف مسلم حقي سقاط وراء الدنيا أنت اللي جوجو هو يدي سهيرة ولا له حد يعفي وحنا بقى صلى الله عليه وسلم يري ورأرنك كذب التجا أو حل أهلا أو ما رأي إن حلسان حل إن ذهشان أنت اللي جارين وقتي دينار وقتي درهم إيه دينار أنتوا بقى نجري دونين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي بل واحد يعي دونته عمل كي صالح قف كان أولي من بواح الله جيابا إنه أكون كلا أكرعه مع النبي صلى الله عليه وسلم نواشي نين بواح إيمان دونا يوم القيامة إساقو حنبارسا إنتا سو صلاة دولا لقياسي كان ليل آدي يدو قروح بضا صون أن لقياسي كان روري لو تنسى على الله صامي با كجري كرا صنان عجائبتو ذا لها إلهي سبحانه وتعالى كليل لو لقص دي لكن وحو إيمان يا بيري إساقو دبرك كسيتا ظلماء آدي يدو ترب بضن كم بو دلمي كم بو عاي كم بو شانكولي كم بو حكشي كم بو حنتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم يحلي مركي دتك كان قفك كان مركي إلا وحلا يسكت ديا إن مركا إلا والله قصاص يا صومة قصاص باجيري دونتا والنبي صلى الله عليه وسلم أوت المامي حسنات كيسا لقاضية تصلاة دي أصوات شقيستي صون كي دوري لو تنكا سعادة مالها ناتكو صونتي درك بضناء صدقاتي قد بحين جرتو انت سوكونا بلو با اكاونك اللي جري جري باسي اسعى ذا انك الاكاونك يسكو دعيس مركب سوء النبي صلى الله عليه وسلم وليه هدي حسنات كيسا قفك اي دماغان لقابا يا با انا تاي انا قالوا عمل كاغ انا بضني حسنات كيسا مركب اي دماغان باكا كالالا سوقا ذا دنوب تيس مركب سوء دوش لغا ساريا وليه النبي صلى الله عليه وسلم ماشا كليا اي دهان قواعد با جرت بيزنس كه مركب كليا اللي قفك افلاس كمركو كله ولا فها فائده دبا وينيو يعني لا فيه راس مالكي كابيتالكي انو واي اي بروفيت كسو بخي لا بزنسكي سو ماركا كليا دعس يوم القيامه وبدعي كرتا
maxa qofku waxay u badan tahay badana marka uu waayo faa'iidada inuu businesska dib ugu warka withdrawal uga sameeyo laakiin marka kaliya labadaba uu waayo wa yawmal qiyam hadithkaas aan inuu cadeeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam walaalka nabiga sallallahu alayhi wasallam hadith mashhuura ay wuxuu ku yiri walaalka haduu gar daran yahay haduu gar daro uu wado gar daran yahay ee hadii laga gar daran yahay labada xaaladba heel buu kaaga baahan garabkiisa istaag hadaba way weydiin saxaabada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ya rasuulullah garanay haduu isaga hadii laga gar daran yahay in loo heeliyo garabkiisa la istaago laakiin isagu nin dulan wada haduu yahay ka waran gar darada isagu ay ka timid markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam takuf yada gacanta ka qab war joogde ila markuu gar daran yahay heel kaaga baahan heelka waa maxay inaad celisid inagu bimacnaa maaha qofka markuu wax uu dilo ama dadka uu xanto ama xoolahooda uu furto ama uu dhaco kadib maaha in isaga loo soo gurmada maaha maantay wax ka qabasho leedahay haddaa la xalin karaa mushkiladiisa mushkiladiisa hadda xalli oo hadduu kaaga baahan yahay gargaaro garabkiisa istaag macnaha macnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay haddaba wuxuu kaloo sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay noocyo kala duwan waxaa ka mid a nusuustan markaan dul istaagnay intaynan suwarta aynan u imaan ka hor nabiga wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaam xadiidkii caaisha dadku waxay kala dhacaan dhulal baa la kala dhacaa dhul aan adiga lahayn baa laga yaabaa inaad meel ku darsatid guri aadan lahayn baa laga yaabaa inaad noocan ma aad meel dhigatid waxaa laga yaabaa gaari aadan lahayn inaad gacanta uu kuu galo bal nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiid wuxuu ku leeyahay saxiix wuxuu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh man dalama qayda shibr min alard hal taako wax u dhigma oo dhul isaga aanu lahayn qofkii dulmiya iska day boos weynu qof uu markaa leeyahay iska daa ka hadli maayo ardo weynu qof iska leeyahay ka hadli maayo ka hadli maayo aseendo weynu qof bini aadam isagu iska leeyahay ka hadli maayo waxaan ka hadlaya wax tallaab iyo la mid a shibr keliya la mid a qofkii dulmiya yowma alqiyaama toddoba ardo baa ilaahay subxaanah wa tacaala qoorta ugu duuduuba bimacnaa waxaan yaroo maanta aad fudaysanaysid oo maanta adiga kula sahlan baa ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu leh tawaqahu llahu yowma alqiyaama markii la gaaro toddoba ardood walidalika nabiga sal alay wasalam macnaha macnaha meeshiisa lahu bal dulmiga sida uu gar yacni qofka bilaabo xitaa xadiid wuxuu tilmaamaya nabiga sal alay sl xadiidkii ibnu mascuud bukhaari muslim ay welinayeen qofkastoo maanta dulmi galaaye qaabiil wa huwa saaxibu lqaaf huwa alqaatil qaabiiloo haabiil dilay haaf baa kaga beegan ilan isaga bilaabo dulmi ninkii ugu horreeyay bilaabo ba salawatu rabbi wasalam siuu leeyahy haddaba waxay dhihi jireen xikamta waxaa ka mid a wuxuu leeyahay cali ibn abi aalib hadalladiisa waxaa ka mid a yowmu lmadluumi cala aldaalim qofka la dulmiyey maalinkiisa waa uu ka daran yahay maalinka sugi doona qofka daalimka ah maanta waxaa laga yaabaa in wax laga qaatay yihiin xoolo adduunye lagaa qaatay guri aad leedahay in lagaa qaatay baa laga yaabaa laga yaabaa inaad shilin ku amaanaysatay inuu dardaro isdabamariyey baa laga yaabaa xoolo adduunye laakiin maanta tan laga yaaba murugtan qofkan haysa laga yaaba sanad laba sanadood ay haysay laakiin kan daalimka ah waxa sugi doona maalinka sugi doona suu u daran yahay ilan maalinkan waa 24 saaca kaana cinda rabbika ka alfi sana mima yacuduun mima tacuduun kun sano u dhigmaa iyo 50,000 sana maalin u dhigmaa sugi doona waa nusuusta marka ay tilmaantay bal dadkii xikamtooda waxaa ka mid a mucaawiya hadaliisa waxaa ka mid a wuxuu yidhi innii la astaxyi an adlim waxaan ka xishoonayaa buu yidhi inaan dulmiyo qof cidda keliya heel u noqon kartana ay tahay ilaahay keliya ka waran qofkan adiga aad dulminaysid meel kaleo gacmo u taageenaba ilaa rabbilcaalamiina jala wacala dabcan amhilada markaan imaana taariikhiyan fahmi doonaa intaa in ka badan yacni bimacnaa qofka kan waa maxay qofka marka la dulmiyo kelmadda ugu horeysa la soo booday xasbullah xasbina allah wa nicma alwakiil arag walaalaheen maanta waxaa ku socda ghaza iyo meelaha la midka ah waxaad arkaysaa marka makarofanka la hor dhigo dadkan da'da ah dumarkan iyagu tabaalaysana araamisha ah yar yar ka yar mid walbaba kelmad baa afkiisa taagan kelmad buu markaa sheegaya ah xasbuna allahu wa nicma alwakiil kelimaddan waxay dhahaan sida xadiid ku soo aroortay la ansurannaka buu leeyahy rabbulcaalamiin jala wacala qofka madluumka ah waan kuu hiilin doonaa walow bacda xiini waqti waxaa ka soo wareegtee bal taariikhda waxaa lagu hayaa fi taariikh qofka markuu qof uu dulmiyo xasbuna allah wa nicma alwakiil hadduu yidhaahdo xataa bacd 100 sana walow firkaaga ay ka soo baxdaba kelimad xasbuna allah wa nicma alwakiil oo dhul dhacdaaye lama hayo fi taariikh oo nabiy llahi ibraahim baa yidhi ilaah baa ku badbaadiyey oo nebi maxamed baa yidhi xiina qiila lahu ina annaasa qad tajamacat lakum jumuucan ilaah baa ku badbaadiyey oo dad fara badan baa ilaahay subxaanah wa tacaala kelimaddaa ku hadaaqsiyo carabkooda mariyey ilaah baa ku badbaadiyey
حسبنا الله ونعم الوكيل هوب كقدرا نينك ظالمك اللهم في التاريخ بمعنى إن مركان مركان قد ظلميو إن حسبنا الله ونعم الوكيل انت كلي وانيك اغفلان دب ما انت هدا ينصبحين عقبة ذي ذا وبرئ أنا يصابحين أو صادم ما أنا يصابحين مالون أم بي من دون تا ولو كان يوم القيامة ما هي الكلمة ما يشيد له ولذلك روح به جريم هذا الله علم هذا لقى السوحي كتوحى كم إذا وحد عظي أبو العيناء باوحو يري وحو يري نمبا الدلمية بيري أنا عبانا يه باوحا ومي أحمد الحنبل وان الله الله وحا نري ورقروب با إيصفتي وإسوكا يتقين وحي إيشاكتين رير ويدلميين مركز سوحي يري هذا مجرب بأسوك التجها يد الله فوق أيديهم برجع عن تجليها بكسر رأس مركز سير ما يهجر بأي ملاجئا يعني. ولا يحق المكر إلا بأهله بير ولا يحق المكر السيء إلا بأهله هجرتهن يجوون بقد يسوق قضية أو بمعنى قد قيام قف كي قضاء إسق كل عدانا هذا نورك سامح نري وحير هم من فئة كثير وضد أديا ضد ربضا وهم بعضني كروي جبذين مركز سير كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يعني كحير لكن إيمان كهو بيسن أنت إلهي سبحانه وتعالى ونصر أوسي أو هيل سي أو جهيل يدد آدي أدو تربض إن جيوش عرم رمأ آد بيقو بضان تابير وسدح حكمضات الإمام أحمد الحنبل وكقل اندار صدي سدح عيضات وإلهي سبحانه وتعالى كسليني وأن لا يهي مركب هدي قفك الصوم مظلومة ما أنت أدو يدن أوجوغو هدي ليسو صوب بهايستي أو هو أن أيساء أقوسو دو شيء هدي ليس صوه بيستول ليس هبر وعدول ليس قيمد وعن لأنها قليها يد الله فوق أيديهم هدي وحلو ملايقة هجر أيتهاي ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله هدي ماشا مركل ليس قيمد أي كات ربتان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وهذا لكي الإمام أحمد الحنبل وكير نكي أبو العيناء هذا بوح ليها علماء حتاهر وحي قارن أيدهن يوسف ابن صباط قفكي قف ظالمة أدعية ومدح وين ورئيس ومسؤول وحد يقول دعيس إلهه كي جرؤه جوغ الله كدقه أما وليها هيبت كتري وحجر قفك إساقا فقد أحب أن يعصى الله في أرضه قفك وحو جعل هذا أما أبرير أجعل هذا إن إله العاصي في أرضه محايا لقفك كان جريتان كيس إجوغيتان كيس إنو مامل أوسيها يا أمد الدن أقوم جرته ضبا كوبا باي وكهلاك سمي اذا دعاء اسغا لو دعينيو waxay ka dhiganta adoo umada inteeda kala habaareeyo nafs shay waxa kamida waliyani ka waxay culimada ay dhahan ibn mas'ud hadis waxa kamida quraanka markuu allah subhanahu wa ta'ala falawla kanat qarya amanat fanafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma am ayadu tilmama fi surati yunus akhirha qaum yunus markii iimaankoodu wax tar u galay ama wax tar waxay ahay buulayahay ibn mas'ud radhiyallahu anhu arda ترادوا المظالم بينهم قفل بقف كي وحوك قاتبوا علي كي كرسي قاتي كي العق قاتي مركي اللي سعلي يكذب با إلهي سبحانه وتعالى وكف الجيي وح الله وحي هستي إذن عذاب وح الله قبحي كراه وح الله قبحي كراه وموضوع إيكا قبحي كرتا إيوضو وحيابيه الظلم كي لك هلق قلي إيدا كانيه لك هلق قلي إيدا باتوي كله إزقار السيي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتحلل منه ما أنتها أتقوهير ولا لعفي وحكم العلماء وعيد يجرين هدي قري أذيك أرلادة وكجر هل نجح أما هل بلوكيتي أما هم مسمار أو حرام أتكو كنتي أما أدو إزداو مري أما نيكا ماشا فديها هنوها جيو هاي إيسام مايو أما أنو لا لوش أمكلا قري قا إساقا وحا أدن بين دون خراب أدن بين دون بربورة بربورة هن نقض ميد معنوي إساقا اللواي هن نقض بمعنى ميد مادي هن نقض إساقا اللواي هن نقض ميد معنوي هن نقض أو لبضى الروح ماشا كنول إلا بعض الروح إسقاب إني كلب إني كلا تجان أما جرجا أو بربران نقول وهم بسوق قليبة ومعناه مركز اهتمام جرين سلف هذه الأمة هنا علماء ذو حكم ده وحيديه جرين قفك ظالم كأ وحليه يزيد بن حاتم وحيري هذا اللي سو حكم ده ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته ولي كما أنا بقين قف عن ظلمي كسمي أو لا بقى الريموت فرت أتاك تيري ناصري هو الله هذا نيري حسب الله ونعم له كل كلمة دي هذا ماشى هاي بمعنى وماشى أهمية دي مركّل هنا مركّم وحال عظيم نن با انتو استاجي وحير سليمان ابن عبد الملك وياه استجى من بركة سارا صنع عبد الملك وحبال وحمن جري وحير سليمان وان كلها اللي بر أذكر يوم الأذان
maalinka adinka uu dhici doono la adimi doono xusuuso buu yidhi Suleymaan isagoo minbarka dul saaran oo meeshii khudbadii ka aqrinayay wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad ii sheegtii maa yowmul aadaan ii sheeg maxay tahay yowmul aadaanka la sheegayo markaasuu yidhi waa qowluhu jalla wacalaa faadana muadinun baynahum allacnatu llaahi cala aldaalimiin waa maalinka intuu malaga intuu istaago meesha intuu istaaga dhawaaqay oo dhihi doona ilaahay naxariisiisa oo laga fogaadaayo ha ku dul habsato nimanka daalimiinta ah bimacnaa waa maxay idan Suleymaan wuu fahmay inuu ula jeedan yahay dulmin wma ila dalik min alumuur idan abu darda maruu fasiraya xadiidkii nabiga sal alay waslam uu lahaa ittaqi dacwata almadluum war ninkan aad dulmisay baradiisa iska ilaaliyay habaarkiisa maxaa yeele waxaa laga yaabaa qad yattakhidu attashiidu caynayka marqadan inaad habeenkii aad hurdid baa laga yaba iska hurdo aan quurinayo laakiin ninkan aan dulmiyey iyo islaantan aan dulmiyey iyo odaygan aan dulmiyey iyo ilmahan aan dulmiyey laga yaa habeenkii oo dhan ee gacmaha ii taagayaan ana aan hurdo ha bimil ijufuuni aan iska hurdo ninka kan marka ducaadiisa thuluth layl alakhiir xilli uu ilaahay subxaanah watacaala uu leeyay waryaa maanta waxay weydiisanaya aan siiye eh waryaa maanta i baryaya aan ajiibe eh wariyaa dembi dhaaf i weydiisanaya aan dembiga u dhaafe xilli uu ilaahay subxaanah watacaala uu leeyay buu ninka kan wuxuu tuuray rasaas cajaa'ibteeda leh ninkana wuu hurdaa waad arki doontaa taariikhda in yar kadib waxaan tilmaami doonaa dadka habaarka u qabtay walidalika wuxuu leeyay abu darda hadaliisa waxaa ka mid wuxuu yidhi iyaaka wa damcata alyatiim iska ilaali ilmo yaroo agoona inaad ooyinka keentid kow wa dacwata almadluumi qof aad dulmisay habaarkiisana iska ilaali maxaa yeele fainaha tasri billayli wannaasu niyaam habaarkaas wuxuu guureeyaa oo uu dheelan uu socdaa habeenkii intay dadku ay hurdaan intaan sariirta saaranahay iyaduna way gurguuranaysa xagga alle usii socotaa waxaa laga yaba maanta inaan xoolahaaga furtay laga yaba inaan ku dulmiyey laga yaba inaan meel kaaga dhacay laga yaba inaan dhiig daadiyey laakiin anigu waan iska hurdaa soo maa inta aan hurdo oo dhanba waxaa igu socda hubkaas adiga habeenka aad tuureysa waa midka ugu khatarsan oo qofka bini-aadamka ku iman kara huna waxaa dhacday in ilaahay subxaanah watacaala wuxuu qadar culimmada ay dhaheen dunuubtu waa saddex dembina lama dhaafo dembina lama sii daayo dembina lama daneeyo dembiga ilaahay laga gale oo shirkiga oo dulmiga ah lama dhaafo ina allaha laa yakfir an yushraka bihi laba meer buu ilaahay ku yidhi fii suurati alannisa nambar labo dembina lama daayo oo waa dembiga bini-aadamka iyagu iska galeen wixii aan kaa qaatay ilaa aan soo celiyay mooyaan lama cafinayo wuxuu kaa qaatay ilaa uu kuu soo celiyay mooyaane la cafin maayo dembina waa maxaa kaan aniga isku geystay kaa aniga marka ii taal wax la dabagala maahan waxay dhihi jireen salafa hadi lumma walidaalika culimmada waxaa ka mida hadalladu waxaa ka mida nin baa wuxuu soo maray nin alxajaaj bin yuusuf uu daldalay xajaaj bin yuusuf athaqafi taariikhiisu aad bay u dheer tahay rag fara badan buu ku tegey ibnu zubayr buu ku tegey wuxuu ku tegey ma aragtay saciid bin jubayr rag buu ku tegey ninkan wuxuu ahaa nin aad iyo aad sha'nigiisa u leh oo aan sahlanayn oo dadka dhammayn jiray buu ahaa qofkii ka soo harbaxaba uu dili jiray bimacnaa nin marka haddii luqadan mucaasirka savage barbarianka ay dhahaan marka historianka waxay tilmaamayaan haddiiba uu jiro nin wuxuu ahaa la tilmaamo uu leeyahay imaam adhahabi wuxuu leeyahay fahuwa almubiir ma soo marin ninkaa nin lamida ilaahi subxaanah wa tacala ummadda ma soo marin nin sahlan ma ahayn ninkaa isaga ah ayaa nin baa wuxuu soo maray nin uu daldalo meel ka laadlaada markaasuu yidhi yaa rab ilaahayow aad baad ugu dulqaad badan tahay nimanka daalimiinta arag xajaaj wuxuu u gelaya dadka suu ku samaynaya nin baa la daldalaya mid baa la dilaya mid baa xagga saaran wuxuu yidhi habeenkii markuu seexday kadib wuxuu riyada ku arkay iyadoo ninkiina intuu jannada uu galay kadibna uu yidhi ninkii masluubkaa wuxuu ku arkay isagoo jannada ku jira waa nin saalixa ka mid ahaasha sheegay wuxuu leeyay kadibna uu leeyahay ina allaha waida naada munaadin xilmi cala aldaalimiin axalla almadluumiina fii cala alciliyiin dulqaadkii aan u dulqaatay nimanka daalimiinta ah ee aan u kortay adduunyada markay joogeen baa wuxuu sabab u noqday kii madluumka inuu jannada u galay ilain qofka madluumka jannadu galay xajaaj bin yuusuf nin sahlan ma ahayn bal dadku waxay kaga baqi jireen si aanan caadi ahayn wuxuu ahaa nin isagoo minbarka saaran yacnii mentalitygiisa wuxuu keenayay in wuxuu istusaya dadkii oo markaa dhiig ku dhex dabaalanaya waxaana laga yaba inuu seef qaato dadka saa u fadhiya dhan markaa iskala dhexgalay nin sahlan ma ahayn walidaalika sida looga baqi jiray maalin waxaa la sheegaa isagoo oo meel baadiyaa maraya miyi
wuxuu ka soo harbaxay nin reer baadiye ah. ninkii bay iswaraysteen. ninkan marka weligii xajaaj uu maqlaa mooyeen weligii ma arkin. kana su'aal buu u dhiibay interview buu la galay iga waran buu yidhi xajaaj iga waran. xajaajkii baa wuxuu weydiinay ninka kan ilaa xajaaj iga waran. waa isagii. markaasuu yidhi xajaaj waa nin daalima waa nin inta ka dhacay wuu u daldalay wuxuu bilaabay min alifihi ilaa yaa wuxuu ahaa buu sheegay. odaygii marka xajaaj talaa ku caddaatay wuxuu yidhi ninkan maxaa ka khaldan. wuu ku celiyay wuxuu yidhi xajaajka la sheegay weligaa ma aragtay buu. markaasuu yidhi ma arkin. markaasuu aniga ma itaqaan. markaasuu yidhi maya. waa anigu yidhi xajaaj. ninka talaa ku caddaatay moogtahay. wuxuu yidhi xajaaj uu su'aal baan ku weydiiyey aniga ma itaqaan buu yidhi. markaasuu yidhi maya ana rajuli majnuun buu yidhi anoon waalanahay. bimacnaa ilaan xal kale ninka ka bixi kara ma laha inuu dhaha mooyaan oon waalan. xajaajkan marka nin shanigiisa meesha uu gaarsiisnaa buu ahaa shani aana sahlanayn. culimmadu marka waxay dhaheen sida ugu cajaa'ibtisan waxaa ka mid a ama suwara dulmi uu yeelan karo waxaa ugu daran suwartihii waxaa ka mid a dadka xuquuqda ay leeyihiin. waxaan ognahay dabcan majaalkan marka laga hadlay aad buu u ballaaran yahay. dad fara badan oo dad u shaqeeyo aan la siinayn masaariiftoodii la siinayn. dadka isqaba oo noocan maa gabar iyadoo dulman oo aan meherkeeda aanan helin. noocan maa dad intay wax isku darseen business shuraaka ah oo nin lacagtiisa uu ka la-yahay waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu daran bay ka mid tahay. waxaa ka mid a haddana dulmiga suwartiisa waxaa ka mid a dadka iyo cibaadadooda inaad hor istaagtid. dad baa shaqo waxay ka dhigtaan maamulkooda wuxuu ku salaysan yahay inay dadka masaajidda u diidaan masaajid la xirayo iyo duurulcibaada oo la xirayo iyo gabadhii iyadoo mara wadata oo la af duubayo meel lagu tuuray iyo wadaadkii khayr sheegay la hor istaagay waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu daran oo bini aadamku ay galaan. bal allah subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamay uu nabiga sal alay wasalam uu tilmaamay fi gayri ma xadiid nafsi hada almacna xadiid markaa tilmaamay xoolaha bini aadamka oo la dhaco isdabar lagu sameeyey khatarteeda leh. waxaa dhacday fi taariikh haweeney ayaa awood loo sheegtay nin wasiira awood u sheegtay waa taariikhdii hore beeray lahayd iyo guriyay lahayd buu intuu ka qaatay haddana jasjas ugu daray uu ku jasjasay wuxuu yidhi ducada la sheegay ee habeenka thuluthuleylka ilaahay la baryo taa bari bay buu yidhi marka ilaahay isoo habaar buu yidhi hadday wax taraysa aan aragne. hadda gabadhu ilaahay subxaanah wa tacala bay ka baqaysay ilaahay bay baryday waxyaabaa ilaahay subxaanah wa tacaala ay ka baryada waxaa ka mid a in ilaahay subxaanah wa tacaala uu ibtileeyo xaqeedan usoo celiyo isna u adduunyada uu ku tuso cajaa'ib. waxaa dhacday bay dhaheen muddo kama soo wareegin bil kadib ninkii uu u ahaa wasiirka u ahaa madaxweynihii baa ku kacay waa la qabtay xoolihiisa lala wareegay gacantiisana waa la gooyey gacantiioo go-an oo meel ka laalaada ayaa meel inta la suray si ay dadkii cibro ugu noqoto. gabadhu waa timid markay aragtay kadib bay waxay tidhi ninka kan waan inaan umahadnaqo wey maxaa yeele isagaa ixusuusiyey in ilaahay subxaanah wa tacaala aan baryay maba ogeynba isna jasjas bu wuxuu yidhi thuluthuleyl akhiir baa la sheegsheegayey eh in ducaadii habaarka la aqbalay bal igu soo tuur hadday wax tarisa aan aragne. kadib bay tix gabay meesha kala wareegto ay leedahay idaa jaa alwasiiru wa katiba وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. هدي ما أنت وزيرك يكراني جيس يكن إسقى جديشر ماشى ولا حكمك أي كتن تام بيتري هلاج با أسق ناضي نك ما أنت الدنيا الجوع قال لي وحكمنا يه هلاج وأسق ناضي من رب السماء رب العالمين بحكمنا يه. إذن نك مفلين إن إله سبحانه وتعالى بالمركز وكان في أقل من شهر وبعد شهر hal bil kadib baa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu muujiyey in ninka kan dakanihii uu ka galay gabadhan muslimadda ah xoolaheedii uu la wareegay iyo jasjaaska ugu daray intaba ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ka soo saaray bacd shahr. waxaa ka mid tahay taariikhda inoo qoran waxyaabaha ugu daran waxaa ka mid a waxaan ah acraad annaas ashaaica oo maanta waxaad moodaa inay dadku ayba ka dhigteenba waxyaabaha innaga fakaahiyada inoo ah in wababka qaarkood bay u furan yihiin iyo mawaaqicda qaarkood bay u furan tahay uun keliya dad in wax loogaga sheego qof baa lasoo qaadana cirdigiisan baa loogaga dhacaya. waxaana ugu dan cirdiga ugu weyno dadka wax laga sheego cirdu lculama shaqaba ay dadku ka dhigtaan nin caalima shaqo laga dhigto ama dadkii culummada ahaa shaqo laga dhigto ama dadkii ahludiinkaa shaqada laga dhigto ama dumarkii astornaa shaqada laga dhigto ama qof mucayana qofka kan waxaa laga yaabaa inuu magac qarsoon iyo si mystery ahaan uu isticmaalayo. laakiin ilaahi subxaanah wa tacaala ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha fi ladiina aamanuu qofka faaxishada iyo rumriska faafinaya waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu daran. waxaa ugu daran haddana dulmi waxaa ugu daran in addoommada ilaahay adigu madax u kaaga dhigay inaad saad doontid aad ka yeeshid waa dulmiga ugu weyn bini aadam u galo. bal allah subxaanah wa tacaala namuudaj xay ah maxaa qur-aanka uu soo celeliyay fircoon maxaa loo soo celeliyay fircoon
waxaan ugu filnay mar kaliya in loo sheego maxay leh taariikh kamihiimsan ba quraanka uu xambaarsan yahay mar kaliya ilaahay dib dambe aan ugu soo laabay mar kaliya la sheego laga gudbay oo waxa ahayd bas ku dhufa ka car laakiin leesh taariikh fir'aawn quraanka uu soo celinay waa namuudaj hayya wa example la taaban karo ah qof madax noqday ee xaq mucaaradayay ee yiri ana rabbukum la'ala sheegtay ba ilaahay subxana sawtu soo celinay waa intaan waliyalika quraanka wuxuu ka hadlay markii xaq uu yimid inuu intuu istaagro daruuni aqtul muusa walidu rabba iidaa ya muusa ana ku tagay qur-aanku wuxuu noo sheegay haddana inuu yidhi maa uriikum ilaa maa ara wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad aniga keliya unbaa ra'yigayad ku shaqayn doontaan qur-aanku wuxuu noo sheegay haddana inuu yidhi alaysa lii mulku misr wa haadihi alanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun am ana khayru min hada aladi huwa mahiin walaa yakaadu yubiin falawlaa ulqiya calayhi asharatu min dhahab ومن ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه أيضها صنعه حيموجنيا فرعون يموقف كأوغال الدكتاتور شيف هذين نقول لهي أمد لطاق در رئيس أمد حلوك استاق هذين نقول لهي قرآن كأولي سنقتل أبناءهم ونستحيي نساء عيال كوذا والليين إن أولي وقرآن كأولي إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم قرآن كأولي تلمامي إنه إسلوينا نكا إستاقا أولوك صدون أكيلي وضد كان يكون حكم جري موضوع على قمة عبد ديفاين الرول قيبي أو حكم كدمنا وقلب وقلب أي كتاك دراي سنتا مدح كجي استاجي جري قرآن هو كهل وظلم لكن يا للربا إنه دلم درس النقض إنه كله درس إنه النقانة وإلى فاره أم فرعون قصيدة القرآن كوسوع عليه فإذا كجرت أي وحيتا إن أجعل مرك أفر روح ما ملك هذا اللي يديه إن إله كجبقه ويجا مدح أنا إسكت جلين ويجا أنا إسكت ديرين oo iyaga aanan ma aragtay pressure aanan saarin waxay ka mid tahay waxyaabaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u tilmaamay bal quraanka wuxuu tilmaamay inay jiraan darajaad wax lagu magacaabo ninka dhaalimka ah kaliya ma ahan qofkii dhaalim la shaqeeya ee caawiya ee garab istaaga walaw bi adna shay'in shayga ugu yarba haduu la garab istaago inuu dulmiga qayb uu ka yahay bidaliil Ilaahay subxaanahu wa ta'ala suuraan quraanka soo kuma dhihin inna fir'auna wa haamana wa junudahuma kanu khatiin fir'aun ya haaman يعيدك قد ضوا في شناء ونبا سو إلهي مده وإذا تحاجون في النار نار تؤيد الوجر الضوض وإذا عيسى قال والبا وقال ذاك لي دنبي قد وشي قيسى بل قرآن كوحو تلمامي في غير ما آية محاجاتك نحمر ضدك ظالمين ضدك مربع هديب عاوي ما ضو أي تمادة دنبي واتك لقيبته وحد عضي الإمام حن الحنبل حبسي قيسوه كجر واتي لقبتي من هذه خلق القرآن واتي أي تمد حبسي الله بيقى نن حبسي كشقيني أو سجانها بأويمين وعروحان كويدي حديثك كهل لا يبور الظلمك يعد الظلم قفك لكوعة وساي إني دمان أهل النار أيين حديثك اسم صحيبا شيخ ويدي مركز يرها وصحيح مركز يرها أنا وماشان كشقيا بيرا ظلم ذي بان أشقيا ما دام شقالانا وعور أنت منهم أدنوت كجر تابير بمعنى وامح إلا أولي شيخ الإسلام ابن تيمية أعوان الظلم قفكي قف ظالم أعاوية مركو بحقوري ورقسو ديب ورقدي قال إنك أكو قري مرسامك هضو أقرى هضو فرق إنتو كقصار أديب أسكو دمبوي بل حتى سلف هذه الأمة وحلقة سوحكتين يدهين قفكي قف ظالم دركي صدق حتى حتى هضين نقطة زوجتي سعرشين كوكرينيس دلمي وقيب بكتا وحكمت وحيابها أي شيء جرين ولذلك وحديه جرين ميموني من مهران الظالم والمعين على الظلم سواء لبدو ذبا انت عاوني انت ومكا والسمين هذا ضدكي سلف هذه الأمة أمثلية ما كان هذا صواق هذا سيد ظلمي وكبق الجرين وقران كرتان سعيد بن زيد سعيد بن زيد يقان يكمدها سعيد بن زيد أي شيء من العشرة المبشرين بالجنة طبعا كالجنة اللي هو بشارين العشرة المبشرين مبشرين ما المبشرين هواني بسود دعويسي دعوة ذا وحي أقود بتمروان بن حكم والدعوة علوس وحي الله ذا هاي هذا أقوى عن عشر مبشرين بالجنة بربطها إن أي مصبضته وحي تيري منك كان رولان لا يهي بغلو ريقي مروان بن حكم طبعا عشر مبشرين بالجنة هولا أمتها لكن إستقوانين حاكمة دعوة لوسو قد بيه دعوة ذا سيدي تهوانو قدوميو أرقى مركي الله يا ري سعيد بن زيد بقى الله اللوحة للرواية هاي ليش جودا نقول كذا وقاضت طبعا كلمة دا مركو مغلي وأنين عشر البشرين المجنة مسها لنا نين يسقوا الدنيا دا نقول كذا ظل مريء إلا يراد وأهل الجنة هدنا وحصدام مريء صورة قلمة مركبوا اللي معي
كدب بوحيري انتو عبار اموسي وستيفن سميوس عليي بوحيري يا مروان انا يما تنتبويري ان انقف مسلم لولو لي هي ام حق لي هي ان دو صدون دو صدو انو وحي انت ما كدي مركان مقلب يري حديث النبي صلى الله عليه وسلم له من اغتصب قفكي دعه قف مسلم لول كيس وحديث هذا انا شرحين حديث يا مركان مقلب كدي معقول ما لكن وحير مر هدي سو اشتكيسي دول كيغي دول كيده اسوغو دربير عيل كيغي عيل كيدان اسوغو در وخا الله وحان هانتي لها يدا غعنتها او غلا تا او غلا لكن وحير فان كانت كاذبه بير اوغو هدي بان شكتي وحان كو هباريه بير ان الله سبحانه وتعالى انها كترو لب دول كان اي مانتا اي شيغانيس ليدا وا ليغا دحاي انا ان كتنازلي وان لي حقادتنا الهي كو ديلو بير ميل كلا او دافين وعليه إله سبحانه وتعالى بحق الدري إذا بارتي يقول كي وكتجي سعيد بن زيد ساور رابسان إسا إني هرتا آخر عمرها وين نباشة هباركي وحاقات صوب بحاي سعيد بن زيد نمبر لبا إذا إسله بارتي ورابين إني أفأف إنتي يقول لعذا ماشي وكل ما تويد الميدة لهذا مدعين قف صالحة أما قف مظلومة حتى مركا لأن مظلوم وعلى ما أنتنا إنه قف أفهمه نين مسلم وسلا تلب تكاني هدي قال الظلمية قال هدي الظلمية كلمة دا كلمة المظلوم ما سهلة قف قال هدي الظلمية حتى ما سهلة شأن يقيس بمعنى ظلمية مركا للي هاي ما هكلي إنه كو قابي هاي مسلم كهالظلمين كلي ما نين كان قال كان كو قد دين تاين حتى الظلمية قال الظلمين شأن سهلا ماهم أمثلة ضوحة كم من أحد التابعين الحيرين هداد أركتيد بيري قل باب أي إيداد بركة عي إيداد قحي إيقول دودومي هداد أركتيد بيري وحاد أغاتا بيري ونتيجة إيمرا كي يمي الظلم قوي ولذلك إنك مركان ديب سوق الله بان داد كينا نوعا ما اسكو جنسي ماشي كوذا يمين وحيري أحد العلماء وحيري صوماليا جريتان كيدا تضاب وقالوا صنا كربو نفسي سيين انت امدو اي جرتان الجنه تضاب بقول سنه 800 سنه الا 800 قرن الا 900 قرن تاريخه كو قرن لكن انت ظلم اللي سمينه انت بان لو ودي انت وحل سدو مرينه انت نمك كلو كخوغ بدن و خو دون و كيهله انت با انت اورتي هل مر قرحدو marka is weydiinay intay waxaan noogaga yimidan hadhin leesh maxay la hadalka u deeyay ninka tabiiciga meeshu samarka leen ibn kathir taban taariikh buwariye عجائبتيدا له وعليه نيمان waxaa jira lagu magacaabo al-baramika waxay ahaayeen qoys la yaqaan oo taariikhda aad iyo aad lagu yaqaan nimanka marka waqtiga harun ar-rashid bay maamula waayeen waxay rag marka wasaara ah xoolaha harun ar-rashid imaamulkiisa ay gacanta ku hay baramikada waxa la sheegaa xitaa heer waxay gaareen tarafka maaliga nimanka ay gaareen waxa kamida midkood guriga uu dhisanayo waa daaqilkiisana waa dahab duleedkiisana waa dahab isagoo dhan dahab uu ka sameeyay markay qorraxda ay soo baxdana guri illuminated ah oo saa u hilaacay u birbirqaya la arki jiray waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaray dadkii markay ay dhameeyeen oo dadkii xoolahooda ay dhaceen oo dhig ay daadiyeen oo cidna aanay u joojin ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qadaray al-Muhlay ibn Kathir wakadhalika akhadha rabbika idha akhadha al-qura inna Allaha yumli lil-dhalimi wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimi ayadaha soo dhan markuu keenay kadib wuxuu leeyahay nimankan waxa ilaahay ku salliday harun ar-rashid ba ilaahay ku salliday ninkii salay ay dadka ugu jeclaayeen isna iyaga uu jeclaa oo soo dhaweeyay ninkii ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo jeediyay wuxuu qadara marka khaliifadii wuxuu sameeyay ninka soo iyaga kamid horta jaadal buu qoray xoolahoodii buu kala wareegay gacmaha iyo lugaha si isweydaar u gooyay kow buu maalin cad marka wada laayay iyaga dhanba bal waxa la sheegaa nin caalim oo iyaga kamid culimada usrad barnaamijka kamidayd ayaa waxa soo dulmaray nin culimada kamida wuxuu arkay isagoo maal in ku xirxiran la garaacay wuxuu yiri ma hada ya fulan waxa kan maanta idin haysta wax kala ma miro hadi musibatu halat bina bi wa musiba inaga nagu degtay oo dadkii madlumiinta ah aanu dulmin jirnay ee habeenkii intay noo istaagaan ilaahay bari jiray ilaahay subhanahu wa ta'ala noo bari jiray ha oo habaarka soo tuuri jiray habaarkii ba intuu uray maanta naga soo baxay buu ولذلك وحان لها قف كستو مظلومة هبار كاغو مالي أمبو صبح حيا لكن هبار كمركة للشيقة ونكهل لها نوام حي قف كينو رياء الله إله هبلو الدلمي أدو حبا أذن شيقين انت هبا بكف في لنبو واتبو نبيك صلى الله عليه وسلم وراء آخرا بكدر بل نبيك مركو نقا قد ديك يوحو لها انت أن لقارين حلي لا درهم ولا دينار ورما أنت حقوق ذا يسوع علي بقول الله حديث كنبيك صلى الله عليه وسلم مركة الله أهل السوع العليو هبينكي قفك
حديث كان بي صومالي المغلين دعاء المظلوم ولا أجيبا مركا وحي أفهمين ذلك قاركي وحي أفهمين هب قارة ضدك الله إنكار إنو جيرو مركا وحي أميسين سورة الأنعام بالأقرياء قبل ذا اللوجيس هلوغ نوالغو إستاق وابا دعي دونتاي هلوغ بالغو إستاق هدي والله تورا بكله بمعنى صفة قارة هلوغ لغو إستاق سورة الأنعام سورة الكرسي مجرى وحولا سلم مجرى قفك هدوك الظلميو لهم يدعون بيكو جيرتا إنا عفسنا ومد إنا ترهد يا الله حقي وقاتنا ومد حسبي الله ونعم الوكيل لما يشيرو بمعنى واحد قارة مركا مرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم معناها ومركا أتمامي وحديث مركا ميشي سلم إذن هنا وحكى الله في التاريخ لسوحك تعالى الإمام أحمد بن حنبل قليه كدم بي مركا حبسي قال لي كدم بي إن لجاد الله وحكم إذا طبعا نيك أحمد بن داود وحكم إذا رقى خليفة المعتصم نمك وزراء ودو دواء نكم إذا أيوحا كدم بي الإمام أحمد بن حنبل دعاء وكد عيسى وحاي دحو له اللهم إنه ظلمني فاحبس في جسمي إله هو يدلمي إله جسمي سكتس إله يونيك كان إستغردن كالجي أرنكي سكتسين وحول ماذا لي إله يوحو قدري ننكاس للي هيوحو أها نيكي كدن بي أحمد بن حنبل إن لحره إن لجل وحو إله سبحانه وتعالى قدري إنو دنت إيضا هاف جيركي سكمدان وميد ياي هاف نو نوليا هاف كو كدن توحو لي هدي بورو يغسو دكتا مدريمي هاف كلام الحلال تقصيها دوسا يقول دل دجو مركي وحنون بدريمي إلى سبحانه وتعالى دعاء يسوع أما بوح الله جبر ياي وح صدق دجو ولا بحيت ما مدين علماء الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء عجائب تباب كان مركز جيشيت وحيابا أذن ولقى أركين بقدم بضم بكو جليس واسس أقولها وحزلها ده ولقى حتى كرسي ماليا لون اللي هقادم بكو قبان اسم حال شأن سالن ما سير إعلام النبلاء الإمام الذهبي حلي نن شيوخ ذا صالحين تكمدوا ذاتك إلى سبحانه وتعالى أدو باوح أتجي نن معمول هيا الرجل كبير كبضانة تيرني آه والله الله وحوك الله الله وحروني إله كبر بير دين توش وخير كوش كي وحوك نفسي ولا تكن وعديني ونفسي الأرباح أنت وقاتل لقسين جو تامركو يركدي وحير ما هذا الأرباح لها إله سبحانه وتعالى وحان ويدس هذا كم حورين الإمام الذهبي عجائبه وحان إله كبر يبي جعنت هذا يقول الأرباح ذي يقول هذا الأرباح ذي إله كو أسي وجو مركز زكي عفك عفين ما يبي إله أنا كان حكمني الإمام الذهبي عليه هل أسبوع بكسو وريك تكليل إله وقدر بيلي حوله سنة إلا لو وريقه قعنتي سنة لقويا أمام الناس إذا الله ضل أركو هذا كان وحيسكال الإمام الذهبي في تاريخ مسير إعلام النبلاء وحيكمتها وحيابع علماء ذا إنه سورينا علماء ذا عجائب تمركا إكوذنا في هذا الباب عجائب تسولي رب العالمين هدنا وحير وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا تفسيرك أوفي عن أيضا في سورة الأنعام علماء ذا إتمام وامحي نين ضد كظالمين تأي وضع الشقية هديهن ضد ظالمين أو هوشو ذا إتاين ضد حوله ذا إدعان هديتها ضد ظالمين كالشقية سين ومضم وحكشي كان آخر كي يسكسو جيست ولي كان وفير في التاريخ حتى قليها انت وحبحانا وحكوه شيئنا وحصار دعان آخر كي يسكسو شيئ قيبتي مبال كدع كدب نحركي سادتك يسدلي انت توقظ وحدع عيسى يسدش أرك انت درايس كوضع الشقية آخر كي يسدلي أرك وآيات والله سبحانه وتعالى وحلي انت ملك للقارن وحابة أن هبيننا ظالمين تقار كذا قار كلكوه بيننا ولذلك مركي أيد عذي نيوح على جير اللطيم لقوم جعابه ونيوح وآجد وش دبضا وزير بوه هنجر عبد الملك مركا لطيم الوحيدي جير الجن نيوح وأف بوصا مركو وحيدي جن جن بعد أرباحي وحد عذي وش قيابة نكا استجمال إن دم إنتو ساق هذا بسرك كجوي مركو عبد الله بن الزبير أم مقلي انتو مقلب قصده مركو مقلب ومنبرك انتو يستاجر جل وعلا وحير وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا إلهي سبحانه وتعالى القرآن كحكير بالظالمين ته إيجان يصدرينا إيجان اسكشا قيسين النا ومعنا قاربو ذات كلام مركو حكا قد لقينا درسي وحي كم انتو حيابا علماء إنو الشغل عقوبة الظالم وحي علماء تلمان مركو إلا أن آيات وحي نتير وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون دنبق كلية في التاريخ أو من سنن الله الشرعية والكونية أسود دق دق الدنيا اللغة أركوا دنبق الظلمك دنبق البحي أبضانتها جرد عليه سنة الله جل وعلا إنه ديب لغة أبا المركز لكن دنبق كلية أسود دق دق لو حديث هذا كان شيء نبي يقول لي ما من ذنب مجر الدنب أو إله سبحانه وتعالى قفكي سعقوبتي سأسود الدنيا الدنيا دي انتو جوغ إيضا وحل لو كيدي وآخرا أي دنب يسود دنبق الظلمك دنبق الظلمك والسودة الدجية
ninkii nin dulmiyo ogow dambiga intaan aakhara la gaaray inuu kuu imanayo. Walidaalika dambiga ugu weyn waa maxay? Dambiga guryaha, usarta. Usarta dadka isqaba dulmiga la isku sameynaya khatarteeda leedahay. Diinteena waxay samaysay masaaraad la kala marayo, ninkana wuxuu leeyahay wada uu maro, gabadhu waxay leedahay wada ay marto, owlaaddu waxay leedahay wada ay maraan. Diinta sharciyeysay inuu maanta nin uu haweenay uu meherkeeda u diido ama xuquuqdeeda u diido ama masaarideeda u diido ama qismadeeda u diido ama meel uu kaga dhaco sumcadeeda, waxay ka mid tahay waxyaabaha dulmiga. Inay haweenay ninkeeda ay dulmiso oo sharaftiisa meel uu kaga dhacdo oo noocanna wax alla wixii wanaaga uu sameeyo ay dafirto, ay gurigii iyo wixii loogu talagalay aanay mas-uuliyadda ka samixo, dulmi kan ugu daran wey. Inuu aabbo ilmihiisa daryeeli waa waa dulmi kan ugu weyn. Inay owlaadu aabbahoodii waalidkood ay garan waayeen xuquuq waa dulmi kan ugu weyn. Dulmiyada sidaan oo kale wuxuu tilmaamay alimaam al-Ghazali, waxaa ka mid hadalaysa waxaa ka mid ifsaad dulmiga ugu weyn ee cuquubadiisa markiiba ay soo degdegayso waxaa ugu horreeya dulmiga usarta ay kala galaan dadka xigtada. Wa dhulmu dhawi lqurba ashaddu ghadaada min waqci sayfi lmuhannadi, ninka shaacirka ulaha. Yacni seef iyagu marka af leh waaba ay ka af badan tahay dulmiga lakala gala ee dakanaha kala galaan dadka isku dhow. Qur-aanka macnahaasu marka tilmaamay nin taabiciinta ka mida ayaa nin bu wuxuu ku yiri yaa muflis, wuxuu yiri bimacna waa maxay nin waxba ma haysatid wey, faqiir baa tahay. Waxay culimmadu leeyihiin ilaahay wuxuu ku imtixaanay ninkan hadal kan yiri dayn buu ku imtixaanay, waa fii nafsi lwaqti haddana in ilaahay xabsi uu dhigo. Waa goorma? 40 sano kadib. Kelmaddan aad tiri ama anigaan niri oo khaladka hebel aan ku iri laga yaaba maanta haddaan soo bixin bacda 40 sano ilaahay wuxuu qadaray kelmaddii ninkan uu shalay uu ku sheegay, wuxuu shalay ka sheegit walaa in ilaahay subxana wa taala isaga intuu mufis ka dhigay zulzal u keenay kadibna dayn dartii loo xabiso ilaahay subxana wa taala u qadaray. Walidaalika waxay ka mid tahay waxyaabaha namuudaj waxaa u noqon kara fircoon isagoo adduunyada jooga, ilaahay qur-aanka uu tilmaamayo oo biyihii markaa la tegin. Kadib haddana waxaa la tilmaamaa macnaha ah dulmiga natiijadiisa waxaa ka mid a faquطica daabiru اlqowmi اladiina ظalamuu, dulmi markuu ilaahay uu dabar gooyo, dabar gooyin wey kelmadda arag, markuu ilaahay subxaana eradication ama elimination uu ku sameeyo wax athara raada kama tago. Walidaalika arag usro walba, xaakim walba ee soo mara ama ruler walba ee meel soo mara, arag markii ilaahay subxaana wa tacaala booska uu ka qaado in yar oo taariikhii xataa arki maysid, dib ugu laaba taariikhdan mucaasirka meel kale ha aadin. Maanta taqtal iclaamiya haa-ila caalamka maanta aan ku noolnahay waxaa laga yaabaa 20-kii sano hadda ugu dambeeyey waxaanu arkaynay axdaath iyo dhacdooyin saa isu cirbinay midba midda kale ka daranta, innagoo dhan waa unada joognaashe. Maanta haddiina la waraysaa inta nin walba uu ahaayo maanta keliya waxa dhacay wax la qiyaasi karaan ahayn. Laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. Qur-aanka dib ugu laaba meel walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin la daba dhigaya male, walmujrimiin walxamdu lilahi ma helaysid, kuwa kale walxamdu lilahi ma helaysid, laakiin daalimiinta walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, ilaahay baa isaga isu mahad celinaya. Maxaa yeele waa camal, camalkuna wuxuu mutaystaa mahad celin, mahadnaq buu mutaystaa markuu yahay highest achievement, markuu yahay injaaskan ugu sareeya markuu yahay, sida qur-aanka marka uu muujinayo. Bal waxay tilmaamaan reer dimashq casrigan hadda ka hadlimayna, reer dimashq weligood imtixaanaan jirin, dad baa soo maray. Nin waxaa soo mara lagu magacaabay Jaysh ibnu Samsama. Ninkan markuu tilmaamayo al-imaam al-dhahabi fi siir aclaam an-nubala wuxuu leeyahy ninka kan umadii oo dhan ba u qunuuday, habeen iimaanay waa loo soo taagnaa. Nasal allaha jalla wacala qolyaha loo qunuudan inay meesha maraan, habeen iimaanin baa loo soo taagnaa, waa loo qunuuday. Ilaahay muxuu qadaray buu leeyahay imaam al-dhahabi, ninka kan ilaahay subxaana wa tacaala cudurka juudaanka laleeyahay baa ilaahay ku salliday, caloosha wixii ku jiro dhan baa soo baxay. Walidaalika wuxuu dhihi jiray waylakum uqtuluunii oo ariixuunii min alxayaa, war idila nafta uniga bixiye, marun idila waa qadlo raxmiya la sheegi jiray, idila waxaan rabaa un keliya inaan raaxaysto. Maxaa yeelay dulmigii ummadda uu ku hayay ummad baa u qunuuday. Walidaalika khalqigan ilaahay hadday kuu qunuudaan, khalqiga ilaahay hadday kuu qunuudaan, waxaan la hadlayaa qofkii ilaahay maamul u dhiibay, qofkii aabba uu ka dhigay, ciyaalkaaga keliya hadday kuu qunuucdaan. Haa, aabba haddii laga dhigo mas-uuliyadu islaanta ay qunuuddo waa khatar, odaga hadduu qunuudo waa khatar, haddii lagu qunuudo habeenkii ilaahay subxana wa tacala lagu istaago shani sahlan maaha. Walidaalika qofka muuminka waxaa haboon intaa waqtiga la gaarima taariikhda mucaasirka ti Hitler ti Benito Mussolini haddii dib loo baxaayo waxaad idinka ogtihiin oo intaa naga badan wey. Ilaahay subxana wa tacala macnahaas macno lamid uu tilmaamo
قرآن كوحو إن آدو غيها الله طبعا هذه في التاريخ سيرة دي قرآن كوحاكو قرآن كو فرعون نهاية ديسة قارون يحي كدن بي أميت من خلف أبو جهل النضر بن حارث كعب بن أشرف أبو رافع نكي يهودي أها خالد بن سفيان الهمداني أو الهذلي الأسود العنسي مسلمة الكذاب المختار بن أبي عبيد الحجاج بن يوسف الخليفة الأموي وأها الوليد بن يزيد نكي قرمطي أها حسين بن منصور حاس المعز كي فاطمي أها الحاكم سلطان ربن الدين كي رافضة محمد إبراهيم الشيرازي انت ودي بقول الله كل قد وحي مرين هل وضي مرين مد البنا دل مجيس إلهي سبحانه وتعالى الدنيا ده بمعنى وحاها بونان لهي لمنك هذا أنت إحنا وإنت قاري دوري تمنك إمد البتاريخ ذا لدل إستاغو قف كي أبها نوحو هلي كرا كتاب لغا قري معناها وإن منك تاريخ ذكو قرن باجر هذا با قبل قبادي وحان ليه لهي حلو موضو بحلي هاي ابن تيمية رحمة الله عليه دل مجو أما با دولة العدل دولة عدالة دا كشا قيسا وليد وجريسا وجوغيسا ماشي الظلم كجرة وكرد عنا إلهي سبحانه وتعالى وبابئنا حتى مركة إلهي سبحانه وتعالى صننتي سوحة كمل عدالة دي أي جرت مهم ما قفك إنه مسلم نقض حتها أقول عدالة دات كان ما أنت أدار كيسان ما لها أن أمني أن المؤتمرات كأقول لك أنه أن لحسه أنه ترى نظر أن راعي أنه قريه أنه آمن أن صاكع أنه أن سيسي حانا أنه أنت أدار كيس يو قال وحكى لما هو أنت يرى اللي كان ضعيف كان وحلا ترى كان نسعون كرين كان هلا سيو جبرنا محبس ميسن كرين نيجان صواق حلا سي أنت يرى أي وضان إيه قانون كا يرى قرتين وعدالة دؤدو قانون كا صدر كيس عدالة دايكو سليان وأنت ما أنت كبر عارين كوس عظام دولة الكفر مرك أما دولة الإسلام دولة الإسلام هذه ماشي يجد لك عدالة دايكتكتو إلهي سبحانه وتعالى بربورينه وهذا العجائب تسلو ولذلك هلا يا بن مرك وضمضة مسلمين تاع أو ضدكو صلاة الليل كي ولد تكنيا أو صلاة الفجر كمساجد يبيه أو شنطة صلاة ولد تكنيا أو قراءة القرآن كحفظنا بلانته علماء قال تعالى لي أما نابرت أي بيه وحجك الله سيس عضو أفلا تنقص عيني له ما لي مال نتقدم بيس الله سيقحه ما لي مال نتقدم بيس brain drain وجرو ما لي مال نتقدم بيس قريه ككعين النقضان ما لي مال نتقدم بيس ديجانة دي فاكوير دي النقضان ديجك وين يسيس عضان ليش عدالة هذه لقتها قصاصة ضدكو ضم بينس عدالة دي لقتها إلهي سبحانه وتعالى مركو أما بوح تمام ابن تيمية وعليه دولة العدل هذي كافرات حيتها إلهي وبراريا وحكسوسيني دولة الإسلام هذي عدالة إكتكت مسلم بانها إلهي كوجدين ماي عدالة بالله نفرق وإذا قلتم فعدلوا مركان هلا وين عدالة صنري إنك مشكلة أنا استوحيتها أني أدي ما أنت هذان إسقابنه ما جرت مسألة ذان إسكو قبنا أني أدي أنا كون كوبت ما جرتوا وما جراني أنا دهني وحن ويخلدين مركيبة كلمة دي أن يسكوهن ويدافسا مركبة أنا كنت قاين يا كاركتر كا كاركتر سنيشن أنا كنت باري كدب أديك مركا هم قال كدبنا أديك وحام أركا يا جروب صعبة أو مركا ولا صعبة أدوك مركو إسبدالي إذن وحام أبا هانا عدالة دا مركا لها اللي عدالة دا إنا لقدتك قرصور كقفك أنو سكتك وحي كمي تحضر داران النبي صلى الله عليه وسلم كتك هذا أسباب الظلم حكيني كرا محا أسباب النقوم كرا شيطان إلهي وعلى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وحاك غالب نقضي وكسد عليه الشيطان كي كد من الحوه المنسي ذكر الله جل وعلا إلهي سقير ولا تتبع خطوات الشيطان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بين الشيطان وحاك الضم به كو أرنك الله بعض وامحي النفس الأمارة بالسوء نفصد أنيقى إلهي سبحانه وتعالى لحد قي ومد إيضا مرب إيهر سيدي سحميدي هدان وقانك أقبا هوذي فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا القران كم حليه والهوين الراعين محي لي محي كيني كرتا هو او لو دبا فيله وحي كيني كرتا ان العداله دي مركا ان غرم مرو وحي كم تو خيابا هدو مخا ايغو عاوين كره ان العداله دي لا ايماد طب مساله انو كهلينو مساله ما انت هو ملاين قف انغا نغا ميدو ظلم ما انو كا غالي نينكا اوغو دو نينكا اوغو يور هدي لي يرادو شركنا ما انو غلين او بني ادم ما ظلم انا اس ظلمي او انا اس ظلمي قف انا اس ظلمي مركا مالا إلا نفسه وحى مرنك صحراء يبهانتها إيه وحى رنتي نفعي ذو كجرا مرها دان تسموا ظلم كوي المركب قف وقل لها مركب ملا كو ذكر الله جل وعلا إلهي سبحانه وتعالى أما وإنه حصوص طه إن إلهي سبحانه وتعالى جل وعلا ظلم كأنه أقلي إنه حصوص طه عاقبة كذب بيسا قف مركو ظلم أقله إنه حصوص طه أما أكور قلو أمديه ريمحان نقدم به إن رحمة إلهي أنا كبقص إنت وحا كمي توحيابها أنوبها في هذه ولذلك وحا أولي أنكسو قبقبينيا كلمة
قروح ذي ذا له ويسكله الإمام الشافعي وحول بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد صحي تنقح يوم القيامة للاتقى أيا وحيتها حد قذب الدوامة إله لقو حد قذب أضو بن آدم دلمي كان عاي كان وحكى الشيخي كان حنتي كان ديجي سدادي كان مالك قد عايش عديسة إلى الإله له ارتكتد أيا زاد كان أغوحنا وأنا كلمة ماشي إذا لو إلى هنا وبالله توفيق.